خبر تاني عن تحدي عالمي عم يحصل على رواج كبير وهو تراش تاك تشالنج. هالخطوة البيئية هدفها تنظيف الأماكن العامة والشواطئ من الزبالة، خاصة أنه في كائنات حية عم بتموت من وراء البلاستيك بالمحيط مثلا. لهالسبب قام ناشط بنشر صورة عم يدعي فيها الكل أنه يقوموا بهالحملة، فانتشرت بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا وصارت تبرم العالم من بلد لبلد، وكل ما حدا يقوم فيها ينشر الصور مع الهاشتاج لنشر التوعية البيئية، تتكون مواقع التواصل عم بتفيد بهالتشالنج من بعد ما كانت تصير أزمات من وراء غير تشالنجز. أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.